لاعب لاعب احد الخطير جدا بانتظار هذه الكرة العرضية. هذه الكرة العرضية، الله الله الله، ميشا 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 لا كورناد هو من سجل اول الاهداف. قلت لكم من البداية هو اللاعب الاخطر، هو اللاعب الخطير. في الكرة الماضية سجل اول الاهداف، اول الاهداف ميشا يسجل اول الاهداف. كورناد هو من افتتح التسجيل، افتتح التسجيل. وهنا الكرواتي دامير بروتيتش هو من فرح في الكرة الماضية، هو من سعد في الكرة الماضية بهدف أحد. لاحظ المرور في الكرة الماضية، العنزي مر ولعب الكرة عرضية، وهنا الراسية 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 العرضية كلام، والراسية كلام. هنا أحلى الكلام وأجمل اللقطات وأولى الأهداف من ميشالاك. كورنانت هو من سجل أول الأهداف، أول الأهداف. هذا ما زالت قائمة للجبلين، شوف الجبلين، كل لاعبي الجبلين في الأمام ويبحثون الآن عن فرصة وعنها حل. وهشام هشام هشام هشام، الله أكبر، الله الله، هشام آل دبيس قناص قناص، لو غاب قناص ولو حضر قناص ما غير أحد، هو اللي يجيبه هو اللي يجيبه. هشام يا هشام، أول الأهداف للجبلين في الدقيقة 86. الجبلين عاد، الجبلين يعود، يا نصيف البياوي. آه 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 آه. هذه العرضية، هذه الرأسية، هشام يا جمال الهدف، ويا لا يا لا جمال الهدف، ويا لا قيمته، يا لا جمال الهدف، ويا لا مسؤوليته. هو يعول على نفسه الشيء الكثير، الشيء الكبير، هشام آل